طهران في الغرب وعنابة شرقا لمنع تجدد الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت احتجاجا على موجة غلاء الأسعار. هذا وقد اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في جل المناطق واعتقلت عددا منهم، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن عن أعداد الجرحى والمصابين. ليست الساحة الجزائرية حديثة عهد بالاحتجاجات الشعبية، وها هو الشارع يفعل الأمر نفسه هذه الأيام. فبينما لم يطوي العام الجديد أسبوعه الأول حتى بلغ غضب الجزائريين شوارع عدد من مناطق البلاد ردا على تدابير حكومية قضت بزيادة مفاجئة وعالية في أسعار المواد الأساسية من طحين وسكر وخبز وزيت وغيرها، زيادة بلغت الضعف أحيانا، وزاد من وطأتها أن لم ترفقها الحكومة برفع الأجور والمعاشات المتدنية أصلا، ناهيك عن أنها جاءت بينما طوابير الشباب العاطلين عن العمل في ازدياد. أعنف تلك الاحتجاجات جرت ليلا في العاصمة الجزائر وشملت أحياء الزيتون وباب الواد وساحة الشهداء، حيث اشتبك المتظاهرون بالحجارة مع قوات الدرك التي ردت بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع. وقد تخللت الاحتجاجات أعمال عنف، لا سيما في حي الزيتون حيث قطع شبان التيار الكهربائي وأضرم النار في إطارات مطاطية قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الوضع وتعتقل عددا من المحتجين. وفي حي عين مسعود ببلدية الشعيبة دائرة الإقليعة، وفي حي علي عماري بفوكة ولاية تيبازا، احتاجت السلطات إلى استخدام الجرافات لفتح بعض الطرق التي أغلقها المحتجون. وما لبثت الأحداث أن امتدت إلى خارج العاصمة، حيث كانت شوارع وهران في الغرب الجزائري مسرحا لاحتجاجات رافضة للزيادة في الأسعار. وما كان من قوات الأمن إلا أن طوقت شوارع المدينة بينما سارع التجار إلى إغلاق محلاتهم. وفي عناب شرقا استبقت السلطات تململ الشارع بتعزيزات أمنية كبيرة أحكمت قبضتها على مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية تحسبا لاندلاع مواجهات. وإذا كان انتقال الأحداث قد جرى سريعا وفيما يشبه العدوى بين المدن الجزائرية، فإن حديث البعض عن عدوى أخرى قادمة من تونس المجاورة قد لا يكون دقيقا، فالجزائريون ربما هم في غنى عن استلهام تجارب غيرهم، حتى وإن كان ما جرى ويجري في تونس يحفز على الجرأة والاحتجاج، إنما استنادا إلى أسباب حقيقية ومحلية، وهو ما يبدو متوفرا في الحالة الجزائرية من خلال قرار زيادة الأسعار. وينضم إلينا من باريس سليمان شنين، مدير مركز الرائد للدراسات والأبحاث في الجزائر. سيد سليمان، هل كان هؤلاء المحتجون بانتظار أحد يحركهم، أم كانوا بانتظار عود ثقاب إن كان من الخارج أو من الداخل؟ الوضع الاجتماعي منذ فترة زمنية كبيرة يشهد احتقان كبير وغضب في الشارع الجزائري، ولطالما ردد ونصح الناس بضرورة مراجعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وأهم من ذلك مراجعة المنظومة السياسية برفع حالة الطوارئ وبفتح قنوات التي يمكن للشعب أن يعبر بها عن رأيه. هؤلاء خرجوا بتلقائية نتيجة الغلاء الفاحش الذي جاء نتيجة رؤية أحادية من طرف الحكومة، ولا تريد الحكومة أن تستمع للآراء الآخرين، لا تريد أن تجعل مسار حوار اجتماعي حقيقي بينها وبين القوى الاجتماعية التي أفرزها المجتمع وخاصة النقابات المستقلة والقوى السياسية البعيدة عن الأحزاب للأسف الشديد الموجودة في الساحة، وخاصة تلك الأحزاب التي تتكلم عن انتخابات 2014 في حين أن الشارع يئن من غلاء المعيشة. المطلوب الآن هو المسارعة في معالجة هذه الاختلالات، عدم السكوت وعدم التعاطي طيب. بسلبية كما فعل طيب. اليوم طيب الآن من طرف السلطات، يعني هل كيف يمكن لهؤلاء المحتجين أن يستمروا في ذلك إن لم يكن لهم هناك رأس يحركهم يحاول أن يساعدهم أن يقنن مطالبهم أن يفاوض الحكومة نيابة عنهم؟
هو هذه مسؤولية السلطة التي غيبت الرأي الآخر، التي لم تعتمد إلا على من يقول نعم ومن يقول للرئيس أيدتك لمدى الحياة. لكن للأسف الشديد هؤلاء سيفرزون كما تفعل كل الثورات من قبل، كما فعلت كل المظاهرات والتظاهرات الاجتماعية. المطلوب فقط من هؤلاء الشباب أن ينتبهوا، لا يتوجهوا للتخريب والتدمير الممتلكات العمومية، فهذا أمر لا يخدم مطالبهم ولا يخدم الجزائر ولا استقرار الجزائر. المطلوب أن تتكرر مثل ثورات ذات الألوان المتعددة من أجل إيجاد بديل حقيقي، والبديل الحقيقي الذي نتحدث عنه ونحن على أبواب الخمسينية استقلال الجزائر هو إقامة دولة جزائرية في ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، وهذا أمر ممكن وله قواه الحية الموجودة داخل الشارع الجزائري. سيد سليمان، إذا أنت تتوقع أن تتدحرج هذه الكرة لتحدث تغييرات سياسية جوهرية في الجزائر، وقد يكون وراءها الشباب الذي قيل بأنه يشكل حوالي 75% من الجزائريين؟ قد لا تكون هذه المرة هي المرة الأخيرة، ولكن المطلوب لكل من يراعي مصالح البلاد والاستقرار أن يستبق الأحداث، وأن يجعل الحوار في ذكرى الخمسينية لاستقلال الجزائر حوار داخلي قبل أن يكون حوار خارجي، حوار بناء الدولة الجزائرية التي حلم بها الشهداء وقامت بها الثورة. المطلوب كذلك في هذه المرحلة، خاصة في هذه الظرف وفي هذه الأحداث، أن يتحدث الرئيس. لا يعقل أن يتحدث الرئيس نتيجة رد فعل لحوار في صحيفة لنكرة من السياسيين، ولا يتكلم مع الجزائريين الذين يطالبونه بصفته المسؤول الأول في بتحمل معاناتهم وتحمل مشاكلهم. لا يمكن أن نصف هذه الأحداث بأحداث شغب فقط. فالمطلوب أننا نتعامل مع هذه المطالب بشكل سياسي، ثم بشكل حكومي، ثم بشكل تبني السياسات الاجتماعية والاقتصادية لترفع الغبن على المواطنين. إننا شكرا. في بلد فيه ثروة كبيرة، بلد كل المؤشرات الاقتصادية توحي بأنه بالإمكان الاستفادة من هذه الثروة إلى ما هو أحسن، ولا يعقل أن يبقى حالنا مثل حال الدول الفقيرة. سليمان شنين، فقير لدولة غنية، مدير مركز الرائد للدراسات والأبحاث في الجزائر، شكرا لك. ومعنا من العاصمة الجزائر عبد القادر بن جرينا وزير السياحة الجزائري السابق. سيد بن جرينا، كما استمعت معنا، الشارع الجزائري يئن من غلاء المعيشة، هناك دعوات لمعالجات وحلول سريعة وإعادة استحداث سياسات اجتماعية واقتصادية جديدة. لماذا تقف السلطة ومؤسسات الدولة عاجزة وإلى حد ما عاجزة في معالجة هذا الوضع وتوجيه من هذه الغضبة الشعبية، من امتصاص هذا الغضب الشعبي إلى الحوار؟ شكرا أختي إيمان والأخ عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نؤكد على حق المواطن في التظاهر وحقه في التعبير عن رأيه وإيصال صوته بكل الوسائل السلمية المشروعة دون المساس بالممتلكات أو ما يؤدي للانفلات أو عدم الاستقرار. المطالب في كثير من الأحيان قد تكون مشروعة، لكن حالات الغلق وانعدام قنوات إيصال انشغالات وكذا التمثيل غير الحقيقي للمواطنين بالمؤسسات يؤدي لا محالة للأساليب الملاحظة والتعبير الذي قد يكون في بعض الأحيان مرفوض والملاحظ حاليا. لكن إلى حد الآن الشارع يمثل نفسه، ليس هناك أي تمثيل من أي طرف آخر لهذا الشارع، لهذه الشريحة التي هي نفسها تعاني من غلاء الأسعار ومن البطالة. طيب، إذن كما قلت بأننا للأسف الشديد في خلال عقد ونصف من الزمن صار في كثير من الأحيان المسؤولين أو بعض المسؤولين في الحكومة مقياس النجاح عندهم مقياسه هو الأرقام، المؤشرات الاقتصادية، ارتفاع حفيات الصرف،
نحن نتحدث عن حدث يجري اليوم سيد بن غرينا، يعني دعنا نتحدث عن حدث اليوم وليس تقييم لسياسات بعض الحكوميين في الحكومة. الآن البعض يعتقد بأن هذه الحركة الاحتجاجية تتجاوز بعدها الاجتماعي إلى صراع بين أجنحة السلطة، كيف ترون أنتم من جهتكم هذا الطرح؟ أنت أختي إيمان لا تكوني متناقضة، تكلمت بأنني لا نرجع الأمور سياسية وأمور مطلبية، ثم تكلمت عن تناقضات في أو صراع في السلطة. أنا نحن نتكلم عن ما يقوله البعض، المعارضة الجهة الأخرى، ماذا تقولون أنتم بهذه المطالب؟ أنت تقول بأنها مطالب مشروعة كما أسلفت لنا، هل بالفعل هي مطالب مشروعة وماذا تقوم الحكومة حيالها؟ الشيء الذي يستطيع أن أقوله أن بعض المسؤولين يتعامل مع مؤشرات اقتصادية وكأن الشعب الجزائري عبارة عن كمبيوتر، في حين أن المواطن تهمه الوظيفة، يومه السكن، يومه العلاج، ما يسد به رمقه ويقضيه على جوع أبنائه ويستطيع ابنه أن يتعلم. فلذلك بمثل هؤلاء المسؤولين ومثل هؤلاء مثل هذه العقلية لا يمكن للأسف الشديد أن نصل إلى صيغة تفاهم أو إلى عقد اجتماعي بإمكانه حل المشاكل الملحة للمواطن الجزائري. يعني في هذا الإطار، يعني هل ستقف الحكومة عاجزة أمام هذا الوضع؟ هل ستتجاوز هذا المربع الأمني لتقديم أي حلول جذرية وليس ترقيعية؟ هو من المطلوب من الحكومة أن تقرأ الرسالة بكل معانيها. الظاهرة تعبر عن ظاهرة يأس، فقدان للأمل، عدم تجاوب بين السلطة وبين طوائف الشعب وخاصة الشباب، رغم الإمكانيات الكبيرة والموازنات الضخمة المرصودة لذلك، لكن يقابل للأسف الشديد سوء تسيير، تبذير، أحيانا فساد. كل هذا يؤدي إلى مثل هذه الانفلات، وتصبح للأسف الشديد نتيجة الغلق ونتيجة تهميش مقومات المجتمع الجزائري تصبح الحكومة وجها لوجه مع أطفال الشارع، وهذا الذي لا نحبذه إطلاقا. شكرا لك. من العاصمة الجزائر عبد القادر بن غرينا، وزير السياحة الجزائري السابق.